كتلحق بنا الزميلة فدوى بوهو عن درعا انفو. لالا فدوى مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور، تحية للجميع ولمستمعي إذاعة صوت ورزازات، وشكر موصول للمنظمين على هذه الحلقات وهذه الجلسات. نعم. وجد سعيدة أن نكون في هذه الجلسة لأحاور مع الزميل عبد الله هوزان، محمد هوزان الأستاذ الحيدي. صح. نعم سيدي الفاضل، أكيد أن المحور الأول كان ينصب حول القوانين التنظيمية لهذه الآلية التشاركية. نعم. وما إلى ذلك، والدستور الجديد وكل ذلك. نعم أنا نبغي نشاطر الرأي ونبغي نشارك. أنا هنا محاورة ولست فقط لطرح الأسئلة بقدر ما أن هذه التساؤلات كلها تهمنا جميعا. أكيد. سيدي الفاضل، السؤال الأول الله يجزيك بخير، هو برنامج عمل جماعة الترابية ورزازات، هل تمت المصادقة عليه؟ قبل ما نعرج على السؤال الثاني. بالنسبة لسميتو البرنامج العمل، نعم. لم تتم المصادقة إلى حدود اليوم. تم الإعداد ديالو، تم يعني عرضه في عدة جلسات، يعني في دورات ديال المجلس. المجلس له رأي آخر في التنقيح، في التجويد، إلى غير ذلك. ونحن يعني في هذه المرحلة ديال التجويد على أساس أنه يتعرض من جديد في دورة من الدورات المقبلة إن شاء الله. نعم، في دورة مقبلة من الدورات. شحال باقي نصف الولاية دي. ونحن نتحدث، وأنا سمعت بأن الهيئة الاستشارية اشتغلت. أعود للآليات التشاركية والقوانين التنظيمية، لأن الكل كيحسمها ماشي غير الجماعة الترابية ورزازات، ولكن جميع المجالس كتلخصها لنا فقط في الهيئة الاستشارية، علما أن لا مفاهيميا ولا تشريعيا، بأن هي ثلاث آليات: هيئات الاستشارية، ثم آليات التحاور والتشاور من غير الهيئة الاستشارية، أكيد. ثم الحق في المعلومة وتقديم العرائض والملتمسات. التفعيل والأجراء هو اللي دابا كنهضروا عليه. أي حاجة جديدة تتمخض، لأن اليوم وحنا كنهضروا على هذه الآليات ما كانش سابقا. والأكيد أنا ومجموعة من الإخوة اللي كاينين في القاعة، هاد الصيرورة ديال هاد التطوير للاشتغال على الديمقراطية التشاركية جاءت بمراحل، وكل ما وصلنا له اليوم نحن نتمنه ونعتبره مكسب ديمقراطي. هذا المخاض، هذا العراقيل، هذه اللي كتعيشها الهيئات واللي كيتعيشها المزال المنتخبه حاليا، هي اللي فعلا اللي عاوتاني غادي تستر لنا بان راه يجب اعاده النظر في القوانين التنظيميه والتفعيل اكثر لهذه الاليات. حنا نمشيو، انا خليني من الهيئه الاستشاريه لان ما نقدرش نطور فيها ما دام ان برنامج العمل لم يتم المصادقه عليه. نعم. على مدى تشتغل هذه الهيئه؟ نمشي لآليات التشارك الأخرى والتحاور، وهنا عفاك سيد النائب، هنا سوف أعرج على مقارنة بسيطة ما بين الجماعة الترابية الآن، مجلس الجماعة الترابية الآن، وعلاقته بالمجتمع المدني في إطار دائما التشاور والتحاور، وما كان عليه المجلس البلدي سابقا في علاقته مع الدينامية والحركية ديال المجتمع المدني داخل ورزازات. هناك تراجع. لا كملتي لا فدوى، نخليه يجاوب. تفضل استاذي. انا بالعكس، شكرا بعدا على الحوار ديالك والتساؤل. اكيد انه انا علاش قلت لا يعني بشكل عفوي. تفضل. علاش؟ لانه انتقلنا من واحد العلاقه، يعني كنا في المجلس السابق، يعني كان مجتمع مدني نشيط، كان انتقلنا من واحد النمط ديال العمل مع المجتمع المدني الى نمط جديد.
نمط جديد يعني تقتضيه يعني واحد النوع ديال الشفافيه، تقتضيه يعني واحد شروط المحاسبه الى غير ذلك. انتقلنا الى ما يسمى يعني بالتعاقد ولا بالشراكات مع المجتمع المدني. كما كتعرفي انه هذا المجلس، هذا يعني هذا المجلس القائم اليوم، عقد يعني ازيد من 40 شراكه مع المجتمع المدني ولم تكن في المجلس السابق. كان يعني كان 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 كانت المحدوديه ديال 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 الشراكات في المجلس السابق، ولكن في هذا المجلس هذا يعني كان واحد العدد ديال 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 الجمعيات، منها الجمعيات الانسانيه تقريبا 11 جمعيه انسانيه اللي كتدبر جميع المراكز ديال 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 ذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال المتخلى عليهم الى غير ذلك. يعني تعقدت معهم شراكه، تعقدت شراكه مع 19 جمعيه رياضيه، تعقدت شراكه مع 14 جمعيه ثقافيه. نعم. تعقدت شراكه مع المجتمع المدني من اجل تدبير المرافق العموميه، وهذا مكسب، هذا مكسب، هذا لم يكن في المجلس السابق. انا كنقول لك انه حاليا الملاعب الرياضيه كلها كتدبر بشراكه مع المجتمع المدني. جميل. المركبات السوسيو ثقافيه كلها كتدبر مع المجتمع المدني. جميل. ما حصلت عليه ورزات مؤخرا يعني من الشاره ديال اليونسكو كان بفضل المجتمع المدني اللي كان منخرط من بدايه المشروع الى نهايته. أجمل. وهذه كلها مكاسب لهاد المجلس. من طبيعه الحال هي امتداد لسميتو الخدمات ديال المؤسسه، هي مؤسسه عموميه يعني فيها امتداد وفيها العمل المستمر. ما كنقولوش انه سي حيدي انا واخا نمشي مع التفاعل ونرجع عندك. هذا كل امر احنا نستصغوا. اولا يلاحظ انه الوتيره ديال الاشتغال الجمعوي في ورزازات للاسف الكل اجمع على ان هناك افول. اذا حتى هاد الشركات، وفي حين ان هاد الشركات حتى لاننا نرجعوا للسنه الاولى ديالكم لغيتوا المنحه، حتى الشركات كيفاش غتمول ولو كانت مساله كطرح سؤال. يعني إيه صحيح يكون عندنا شراكات موقعه، ولكن الامباكت ديالها على مستوى الواقع، على مستوى الممارسه. جل المهرجانات اللي كتنظم في ورزازات كلها تقريبا راه شدت الارض، الا من رحم ربي قلب على شي دعم من بروجه. معناها ان كاين اشكال ما على مستوى التدبير وعلاقه المجتمع المدني والمنتخبين على صعيد الجامعه. كيفاش نقدروا ندبروا؟ لان المحور الحقيقي وصمم الامل لهذه التشاركيه وهذه المواطنه في اعمال هذه العمليه هو المجتمع المدني. الا كانت هذه العلاقه ما سوياش، كيفاش بغينا ندبروها؟ وخاصه بالنسبه للجماعه المحليه هي واحد مباشره وعندها علاقه مباشره مع المجتمع المدني. نتزوج معاه الله يجازيك بخير باش تجاوب مره، لان القصد من سؤالي والمجتمع المدني ليس فقط الجمعيات. انا راه باقي كنحت على حاجه اخرى اللي هي هذيك اليه التشارك والتحاور. وهنا القصد بالمجتمع المدني ليس فقط الجمعيات. سابقا عشنا، احنا راه كنا ناس ورزازات وعشنا، كنا جمعويين وكنا مدنيين وعشنا، لقاءات تواصليه مع المواطنين والمواطنات، مع الفاعلين الاقتصاديين، الفاعلين الاجتماعيين، مع الجميع. هذا هو قصدي. انا راه ما بغيتش نلخص الديمقراطيه التشاركيه فقط في الهيئه الاستشاريه، لانها ليست فقط للهيئه الاستشاريه الديمقراطيه التشاركيه. صحيح. وباقي المواطنين والمواطنات وكل مركبات مكونات المجتمع المدني السيدي الفاضل الله يجازيك بخير، باش ما تخليهاش اللي تحددها لي راه فقط في الجمعيات. اكيد. تفضل دابا بجوج ناس. ماشي مشكل تفضل استاذ. لا لان هذا الهم لا بد نشاركوا. نعم. غير بالنسبه باش نكونوا حتى باش نكون واضحين في المساله ديال العلاقه ديال المجتمع المدني، ما كنلخصوش غير في الجمعيات مع الجماعه. دائما كنشوف انه يعني الجماعه وانا مفوض لها يعني ذاك القطاع ديال المجتمع المدني
انني في تواصل دائم والمجتمع المدني يعني فسميتو بالنسبه للجمعي للجماعه يعني كيشتغل بواحد الحركيه وبواحد الديناميه وكنجي نشرح التساؤل ديال السي هاوزان. نعم. ان المجتمع المدني اصبح ينخرط في التدبير ديال 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 ديال, ديال الشان ديال الجماعه. أكيد. يعني واحد العدد ديال اللقاءات اللي دارت مع 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 المجتمع المدني وخصوصا يعني غنرجع للجمعيات اللي كتعنى بالشان الثقافي اللي كتهضر عليها السي محمد. نعم. حاليا في لافاز فينال ديال اعداد واحد البرنامج ثقافي ديال 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 الجماعه ككل بمعيه المجتمع المدني الجمعيات مع كنقول بمعيه الجمعيات. بالنسبه لواحد العدد ديال المواطنين يعني سواء يعني خبراء سواء يعني مواطنين عاديين نخرطوا في واحد العدد ديال 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 اللقاءات التي تعنى بمشاريع يعني كتشتغل عليهم. نعم. الجماعه. وبالتالي فالجماعه يعني منفتحه على المجتمع المدني. الجماعه يعني تتفاعل مع ملفات ويعني ومشاركه يعني جميع المواطنين والمواطنات يعني باش 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 نجمعها في هذا المصطلح المواطنين والمواطنات سواء اللي جاوا عن طريق التمثيليه ديال المجتمع المدني سواء اللي جاوا بشكل وكيفاش كتمد ديال المواطنين والمواطنات والمجلس ما عمرو دار شي لقاء تواصلي مع الساكنه بالنسبه لان اكيد انه على برامج ثقافيه برامج مشاريع ومشاريع وبرنامج عمل الجماعه الترابيه ما كاينش. هذا اشكال هذا اشكال هذا اشكال ديال المجلس ماشي ديال 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 هذا في اطار هذا اشكال هذا اشكال ديال هذا اشكال ديال المجلس هذا واحد النوع ديال 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 خاص المجلس يلقى ذاته فسميتو في برنامج العمل اللي هو مقترح باش يتصادق عليه وبالتالي يعني خذا واحد المخاض اللي هو طويل يعني لحد الان في التجويد والتنقيح ديالو باش 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 يتصادق عليه هذا هو يعني الكلمه كتبقى ل 31 واحد اللي كتمثل المواطنين والمواطنات ديال ورزات في المجلس الجماعي. راه ندبر ونسير الان في اطار ان راه ما خاض وباقي ما خديناش راي تام او لا ما عجبناش هذا برنامج العمل وكنحطوا مشاريع اخرى واشياء اخرى كيف وهل ما وهل والله على كل حال على كل حال لا احنا خلينا اريحيه. نعم. خلينا اريحيه. صراحه كنا ننتظر ان تكون لقاءات تواصليه حتى عندما نتحدث عن برنامج عمل الجماعات لماذا لم يشرك المجتمع المدني في هذا البرنامج يعني على غرار مجموعة من المجالس التي قامت بلقاءات وكونت لجان لتدارس مجموعة من المشاريع خصوصا أنه المجتمع المدني الآن يطمح إلى عدالة مجالية بالإقليم ورزازات تعاني من هذا المشكل والمجلس الجماعي لم يجهز إلى حدود الساعة هذا البرنامج عمل ونحن الان في نصف الولايه. قلت ان هناك شراكات مع مجموعه من الجمعيات انظر الى الامر انه هي فقط شراكات من اجل تسيير بعض المرافق وبعض المشاريع ولكن هل كانت هناك برامج تشاركيه مع هذه الجمعيات من اجل انجاز مشاريع تهم هذه الساكنه؟ هذا هو اللي اعتقد انه هذا هو الامر اللي كان يدور في مخيلات الاعلاميين اللي معايا هنايا وايضا يعني شفنا تقصير كبير في اللقاءات التواصليه، احنا كنا نتمنى ان تكون لقاءات تواصليه من المجلس واقولها بكل صدق نحن ما تنشعر بواحد الحزن لانه حتى في محاولتنا للتواصل مع السيد الرئيس كانت محاولات فاشله، اعتذر. شكرا استاذي. انا غير واحد المبدا خصنا نامنوا به الجميع. نعم. نجاح ولا تنزيل نجاح تنزيل ديال الديمقراطيه التشاركيه. نعم. راهين بمجتمع مدني قوي وبمنتخب قوي. ما يمكنش نهضروا على 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 سميتو لانه واحد العدد ديال الجمعيات يعني ربما يقدر نقول لك تكنوا الكره للمجلس. لا لشيء لانه مساله منحه
وهاد العلاقه هذه ما خصهاش تكون بهذه الطريقه هذه، انه العلاقه ديال المجتمع المدني بالجماعه يعني كنحدوها غير واش كتعطيني ولا ما كتعطينيش، واش كتعطيني ولا ما كتعطينيش. لهذا حنا مشينا بواحد بمعيه الاخوان ديال اللي معنا في المجلس، مشينا للمؤسسه ديال هذه العلاقه ديال الجماعه مع المجتمع المدني. داكشي علاش جات داكشي علاش هضرت على الشراكات. نعم. تم مؤسسه الجانب الانساني وتعقدت واحد العدد ديال الشراكات، يعني دابا يعني المساله ديال المجتمع المدني اللي كيدبر واحد العدد ديال المراكز واللي عندهم اكراهات، يعني فيه واحد الجانب انساني، في واحد الضغط عليهم ديال تدبير المراكز، حاولنا اننا نخفوا من داك من داك من داك الضغط، يعني المسار ديالهم راه غادي. انتقلنا لمؤسسات المجتمع المدني ولا الجمعيات التي تعنى بالرياضه، يعني قطاع بقطاع. تقريبا جميع الجمعيات الرياضيه اللي كتنشط فسميتو وكتاثر واحد العدد ديال الاطفال وواحد العدد ديال الشباب عقدنا معهم شراكه. كنقول جميع الجمعيات اللي كتمارس في يعني بشكل احترافي تعقدت معهم شراكه. من 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 الرياضه انتقلنا للجانب الثقافي. نحن الان مع 14 جمعيه ومن بينهم يعني النسيج الجمعوي لورزازات، عقدنا شراكات على اساس واحد العدد ديال البرامج، واحد العدد ديال المهرجانات اللي كانت فعلا كانت نشيطه، يعني في واحد التاريخ اللي هو قبل، من بعد كانت واحد من كورونا الان ما بقاو كانت من كورونا لا سميتو. دابا يعني كنأسسوا معاهم الواحد الفعل الثقافي اللي يعني غيخلي ورزازات نشيطه ثقافيا من طيله السنه، يعني هما 14 الجمعيه اللي عقدنا معاهم شراكه، يعني كل شراكه يعني بواحد القدر مالي كندعموا فيه داك المهرجان الثقافي. من بعد كنفكروا في المسائل فسميتو في اولا المجلس كيفكر فسميتو في الميزانيه التشاركيه، يعني وهذا من الايجابيات، اصبحت تتداول بشكل جدي داخل المجلس. المساله اخرى يعني بالنسبه للتقنين ديال الدعم ديال المجتمع المدني ولا ديال الجمعيات، اصبح المجلس كيفكر على اساس انه يكون طلب عروض لي زابيل بروجي، على اساس انه يعني كيخدم التنميه الحقيقيه ديال 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 الجماعه، عوض انه يتقدم داك الدعم، يعني اللي كنسميه انا الدعم الجاف، اللي كيربط الجماعه بالجمعيه في واحد 15 يوم ولا شهر بمجرد انه كيحصل الدعم انتهى الامر ديال ديك العلاقه. اللي بغينا العلاقه تكون مستمره، يعني دائمه، كتخدم ماشي غير نشاط ديال الجمعيه، كتخدم التنميه الحقيقيه ديال المدينه ولا ديال الجامعه. هذا بالنسبه للاتفاقيات، كان واحد التساؤل اللي كيتعلق بالاتفاقيات، كيفاش درت؟ الدرت من طبيعه الحال بناء على توصيات ديال اللجان الدائمه ديال المجلس، اللي كتشوف انه راه هاد الجمعيه ولا هاد الجمعيه خاصها تعقد معها شراكه في الاطار ديال واحد النشاط اللي هو يعني تم اختيارهم وفق الملفات يعني اللي كيتقدموا بهم يعني الجمعيات للجماعه. يعني بالنسبه للنظره ديال الجماعه المجتمع المدني راه تغيرت، يعني اصبحت مؤسسه. كنهضروا على التاسيس، ما كنهضروش على ديك العلاقه العشوائيه اللي كتكون بين سميتو واللي الحد ديالها الدعم.